السلام عليكم شباب، هسه اليوم راح نبدي بمراجعة لأهم أنواع الدبل سايد باند سبرس كارير، اللي هو الدبل سايد باند لارج كارير، واللي يسمى اختصارا بالأي أم موديوليشن، باعتباره أشهر أنواع الاي ام موديليشن. احنا هاي المحاضرة ما اخذيها، بس بنسوي مراجعة قصيرة لها مختصرة لها اهم الافكار اللي نطرحها. احنا قلنا الموديليتد سيجنال تساوي ان الانفورميشن سيجنال مضروبة بالكارير. لحد هنا هذا نسميه دبل سايد باند سبرس كارير. حتى يصير دبل سايد باند لارج كارير لازم نضيف له الكارير. فصار هذه الموديليتد سيجنال لنوع اسمه الاي ام موديليشن. فاذا ناخذ الكوساين خارج قوس فتطلع اي زائد اف اوف تي في كوساين أوميجا سي تي. أريدك تنتبه لسالفة، إحنا إذا اعتبرنا إنه الإف صب إم هي أعلى تردد للإنفورميشن سيجنال، فالكارير فريكونسي much greater than إف إم. In other words, at least إف صب سي greater than 10 times f sub m. f sub m. فاللي نريد نقوله هنا، اذا كان تردد الكارير سيجنال تردده عالي، فحقيقة شكل الاشارة بالتايم دومين يساوينا الاف اوف تي، يساوينا الاف اوف تي شيفتد بمقدار الاي. الاف اوف تي شيفتد بمقدار الاي، هذا يصير شيب مال موديليتد سيجنال. يعني الموديليتد سيجنال هي كوساين اوميجا سي تي از ا فريكوانسي وذ ذا شيب اوف اف اوف تي بلس the information signal. طبعا هسه هنا بدنا نحكي على التايم دومين. اذا ردنا ناخذ الفريكوانسي دومين مال اي ام سيجنال، فش راح تساوي لنا؟ راح تساوي لنا نفس السبكترم مال انفورميشن سيجنال، نفس لكن شفتد بمقدار اوميجا سي للموجب، وشفتت بمقدار أوميجا سي للسالب. نضيف لهذا شنو يعني هذا اللي كتبناه هسه هو بالحقيقة السبكترم مالتيش مال هذا الجزء. فالسبكترم مالت الكارير سينوسويدال هو عبارة عن امبلس function with amplitude pi multiplied by a omega minus omega c plus pi multiplied by a for delta omega plus omega c. هذا الجزء هو بالحقيقة هو الفريكوانسي دومين. هذا الجزء هو الفريكوانسي دومين مارس الكارير. هسه إذا أردنا على سبيل المثال نعتبر إذا كانت الانفورميشن سيجنال شكلها مثلا بهذا الشكل، مثلا هذا هو الاف وهاي هي الاف صب ام اللي تمثلنا ماكسيمم فريكوانسي اوف
the information signal. فطبعا هذا هو السبكترم مالت من مال information signal. طبعا احنا نعرف الجزء الموجب يساوي لنا الجزء السالب، وعليه ان الجزء السالب يكون بهذا الشكل، وهنا أنا ماينص انا. ولذا افترضنا بين الامبليتيود مالتها واحد، فان السبكترم راح يكون بعد عملية الموجوليشن يكون بهذا الشكل، نفس هذا السبكترم، نفس هذا السبكترم، لكن شفتد الى اليمين وشفتد الى اليسار بمقدار شنو؟ بمقدار الكارير فريكونسي. هاي هنا النقطة، هنا النقطة هي قيمة الكارير فريكونسي باتجاه الموجب، وقيمة الكارير فريكونسي باتجاه السالب. فهنا النقطة راح تصير كارير فريكونسي بلس اف سب ام، وهنا كارير فريكونسي، كارير فريكونسي ماينس اف سب ام. The same principles applied for the negative part of the curve of the frequency. Last point to be mentioned is that the amplitude of the modulated signal is half of the origin amplitude. هنا يعني كانت واحد، أصبحت هنا يعني نصف. لحد هاي اللحظة إحنا عندنا السبكترم مال دبل سايد باند سبرس كارير. حتى يصير لارج كارير، لابد نضيف إيش؟ نضيف السبكترم مال الكارير. واحد للاتجاه الموجب، واحد للاتجاه السالب. فطبعا هذا الامبليتود مالته، قيمته، قيمة هذا الامبليتود مثل ما شفنا بالمعادلة هي باي multiplied by A، where A is the amplitude of the carrier signal. طبعا اذا ترجعون الصفحة 65 بالمحاضرات راح تشوفوا نفس هاي الرسوم، اللي رسمنا لكم اياها، لكن شكل او السبكترم of the information signal يختلف. راح يختلف. اذا نريد نحكي بالتايم دومين، إذا أردنا نحكي الكلام كان هنا على الفريكونسي دومين، إذا كان الكلام أردنا نحكي به هو بالتايم دومين، فإذا افترضنا بأن information signal شكلها بالتايم دومين هي بهذا الشكل على سبيل المثال، هذه هي information signal، فالmodulated signal تكون بهذا الشكل. هذه هي الموجوليتد سيجنال لنوعها اي ام، الكلام شنو بالتايم دومين. نفس هاي الانفورميشن سيجنال لكن شفتد بمقدار اي، in the positive direction and the same principles applied for the negative direction. For the negative direction. طبعا مثل ما قلت لكم قبل شوية، هذا هو shape مالت السيجنال، لكن هي حقيقة هي كوساين بتردد عالي، ياخذ shape بهذا الشكل اللي تشوفوه أمامكم. هسه اذا نريد نرجع نتحدث عن الموجوليتد
يعني إذا أردت نتحدث عن how to generate the double side band large carrier signal في جنر information signal، تنضرب ب من تنضرب ب carrier، بعدين ينضاف هذا الكاريير حتى نحصل على موجوليتد. هذا هو، هذا نقول بلوك دايجرام اوف ذا دبل سايد باند سبرس كارير موجوليتر. هذا هو الاي ام موجوليتر، البلوك دايجرام مال اي ام موجوليتر. إذا أريد نرجع، على شكل الإشارة، إذا نتحدث على الـ double side band suppressed carrier، على شكل الإشارة مال double side band suppressed carrier اللي رسمناها قبل شوية، قلنا هي راح تكون بهذا الشكل. هنا افترضنا بأنه هذا هو الأي، هذا هو الماينس أي. خلينا نعدلها حتى يكون الرسم دقيق، يكون بهذا الشكل. وبداخله هنا عندك هي الكارير هذا اللي ماخذ هذا الشيء. من اريد استلم الإشارة اللي هي، فاول ما اجي استلمها ادخلها على اليمن، ادخلها على دايود، الدايود راح يعزل الجزء السالب، فبعد الدايود راح يصير عندي إشارة بهذا الشكل. طبعا هي بالحقيقة، قلنا بالحقيقة هي كوساين ياخذ هذا الشكل بتردد عالي، كوساين عادة بتردد عالي ياخذ هذا الشكل. بعدين ندخل هذا عملية الريكفري، ندخل على لو باس فلتر. اللو باس فلتر ايش راح يسوي لي؟ راح يلغي الترددات العالية، وتقريبا راح يسوي الإشارة بهذا الشكل. يعني عملية التشارجنج والديسشارجنج اللي هنا، يعني انت عندك تشارجنج ديسشارجنج، الكاباسيتر سوي تشارجنج والريزيستر سوي ديسشارجنج، فعمليتها هاي تشارجنج وديسشارجنج تطلع لي الشيب. فطبعا اختيار قيم صحيحة اذا تذكرون هي 1 over 2 pi root rc، اختيار قيمة صحيحة للتردد، يطلع لي سموث سيجنال. بس احنا هنا قيمة اي، فاذا نريد نلغي هذا الاي كل ما هنالك نحط سيريز كاباسيتر، نضيف سيريز كاباسيتر حتى ترجع الاشارة الاصلية اللي كانت بهذا الشكل. هذا هاي تي هنا، هاي هي الاوريجينال انفورميشن سيجنال. مرات هاي الاف اوف تي، هاي الريكفرد سيجنال، نحط لها هذا الاشاره الداش حتى نتاكد، حتى نرمز الى الريكفرد انفورميشن سيجنال اللي هي يفترض ان تكون نفس الانفورميشن سيجنال، او مشابهه للاوريجينال information signal. هسه نبدي ناخذ موضوع جديد
اسمه الكارير اون سايد باند باور ان اي ام. طبعا هذا موجود بصفحة 67 من المحاضرات. كارير اند سايد باند باور اند سايد باند باور ان اي ام. قلنا شكل الموجوليتد سيجنال، قلنا شكل الموجوليتد سيجنال هو يكون بهذا الشكل. ها هي الموجوليتد سيجنال، الانفورميشن سيجنال مضروبة بالكارير وأجمع معها الكارير with high amplitude. كارير with high amplitude. احنا موضوعنا شنو؟ موضوعنا هو الباور. احنا رايدين الباور، ودائما الباور يعرف على انه هو المين سكوير فاليو. المين سكوير فاليو يعني لازم نسوي سكويرينج للسيجنال، تضاعفها بعدين ترجع تاخذ لها المين. فاول شيء تضاعف تربعها وبعدين ترجع تاخذ لها المين. هاي المعادله لازم من تربعها، نقول مربع الاول زائد مربع الثاني زائد ضعف حاصل ضرب الأول في الثاني، 2 اف اوف تي مضروبة بي كوساين اوميجا سي تي تربيع. احنا نعرف كوساين سكوير اكس يساوي نصف بلس نصف كوساين 2x. فالكوساين سكوير هنا أنا هي طبعا ما كملنا قبلها، احنا لازم هذا كل الجزء ناخذ له المين فاليو، هذا الجزء كله الترم ناخذ له مين فاليو. فسنربع اول جزء، ربع هذا الجزء باستخدام هذا القانون. فش يصير؟ هاي المين سكوير فاليو اوف ذا اي ام سيجنال شو يساوي؟ نصف زائد النصف في كوساين 2 اوميجا سي تي زائد اي سكوير اوفر 2 بلس اي سكوير اوفر 2 في كوساين 2 أوميجا سي تي زائد الاف اوف تي زائد الاف اوف تي في كوساين 2 أوميجا سي تي. كل هذا الى شنو؟ مين سكوير فاليو. احنا عندنا قاعدة، شنو نقول بهاي القاعدة؟ انه المين سكوير for any sinusoidal signal equals zero، باعتبار الجزء الموجب يساوينا الجزء السالب for any sinusoidal signal. وعليه فإن هذا الجزء راح يكون صفر، هذا الجزء راح يكون صفر، وهذا الجزء أيضا راح يكون صفر، وهذا الجزء أيضا راح يكون صفر. هاي أولا. طبعا قبل ما نتكلم هذا الشكل لازم تعرف إذا x1 of t زائد x2 of t الكل مين
فهذا يساوي المين of x1 of t زائد المين مال x2 of t. هذا هو الشغلة الثانية راح نفترض بأنه المين value of the information signal is zero. فبالتالي راح يطلع لنا من هذا يساوي لنا a square over 2 كلها مين زائدا نصف f كل مين. طبعا المين value of any constant equals the constant itself. وعليه فمين value of a square over 2 هو نفسه a square over 2. فتطلع لنا النتيجة اللي شفناها أمامكم، نصف a square زائد النصف mean square of the information signal. أريدك تعرف شغلة مهمة كلش، أنه هذا الجزء هو بالحقيقة يمثل لي المين فاليو أو الباور أوف ذا كارير، بينما هذا الجزء يمثل لي الباور أوف ذا سيجنال إتسيلف. يعني المين سكوير فاليو of the double sideband suppressed carrier يساوي لنا هذا اللي هو شي يساوي لنا نصف f سكوير over 2، في حين المين فاليو of the double sideband large carrier يساوي لنا الكارير باور زائد السيجنال باور.